الهاشتاج الكبيره اللي انت قلت عليها، هو جمهور الرجاء ما نساش اللي في بعد تدويش بالثنائيه اكيد اي مدرب واي معد واي لاعب باش يجي دي زفر، خاطرك انت متوج، انت وقتاش تولي يجيوك لي زفر وقت اللي تكون عامل بيرفورمانس. احنا عملنا بيرفورمانس، خدمنا دوبلي بدون اي هزيمه، الناس الكل تحكي علينا، دونك خاص باش يجيوك عروض. خروج كوتش زيمباور في ظروف ما معينه، الرئيس السابق بطريقه والظرف اللي تعدى به، نحب نوجه له تحيه من هنا اللي هو كان سبب رئيسي قدوم للرجاء، نحب نحييه ونقول له ان شاء الله شده وتزول. الفتره هذيك كما قلت لك غياب الرئيس، غياب مدرب، لاعبين كانت عندهم مشاكل ماديه ما تحصلوش على مستحقاتهم، ما تحصلوش على لي ترونش، ما تحصلوش على مكافئات البطوله والكاس، واحنا قادمين على اعداد برنامج الاعداد محضره شهر قبل ما تنتهي البطوله بالتنسيق مع المدرب ومع الرئيس والاداره. لكن اللقطه اللي صارت خلت لي نحن في فراغ، واذا كان انت في فراغ ورغم العروض اللي جاتني وانا رفضتها، قلت اذا كان انا باش نمشي توا نجم الفريق يضيع، خاطر وقتها ما كان ولا واحد. دونك خيرت نبقى وخيرت العروض كوني نكمل نواصل ونواصل نفس البرنامج اللي سطرناه قبل مع الرئيس ومع الاداره ومع المدرب كوتش زيمباور. احنا برمجنا من الاول وديجا هبط السيت اوفيسيال نتاع الرجاء اللي نحن باش نرجعوا باش ناخذوا اسبوعين راحه، ومن بعد باش نرجعوا نترينيو اسبوع ونعملوا التقييمات البدنيه في التقييمات البدنيه في الكلينيك مع الدكتور. لكن سرعت الظروف والاداره تعرف مرت زاد بظروف صعيبه، والرئيس تحول من رئيس نائب رئيس الرئيس، دونك هذا كل اكيد باش ياثر على العمل. تاخر المستحقات تاع اللعابه خلتنا ناخروا موعد الالتحاق، ولينا زدنا اللعابه 5 ايام راحه واعطيناهم برنامج خاص يديروه انديفيديوالمون بوحدهم. ولكن قلنا وشبثنا كونوا اول حاجه يجيو يديروا الاختبارات باش نشوفوا، خاطر ما عندناش فتره كبيره للاعداد، عندنا كان اسبوعين، اسبوع اللي من بعد عندنا مقابله العين اللي مصح فيها نادي عقد خاصنا نلعبوها، وبعد ماشيين نلعبوا الشامبيونز ليغ في النيجر. لا في دي تيست صار ان بروبليم، ما صارش البيمون، ما صارش التنسيق، ما صارش، ما داروش لي تيست، ولينا مشينا لتونس بدون اختبارات. لكن اللعابه اللي مشاو اغلبيتهم انا نعرفهم وعندي عليهم دي فالور قدم، ونعرف انا مستوى نجم يكون بويسك، عندي لي جي بي اس نجم نقيم ابري في انا حدهم. لكن اللعابه جداد كانوا معنا، زوز لعابه جداد اللي هما بعدي وفردوس، ولكن هما مش مؤهلين بشرع. دونك ديما احنا عندنا مشينا ب 12 لاعب مع 4-5 لعابه من الفريق 23 اقل من 23 اللي هما باش يكونوا في الليسته. الليسته فيها 20 لاعب، 3 حراس مرمى و17 لاعب. دونك الفراغ هذاك اللي نحن مشينا للستاج كان تململ زاده حتى على المعسكر، نمشيو ولا ما نمشيوش، على خاطر ما عندناش مدرب. والرئيس عنده الحق، يقول لك انا مهز فرقه دير في معسكر بدون مدرب، شنو هو الجدوى منه؟ حكيت انا والاداره والرئيس، قلت له رئيس اذا كان باش نفوتوا مرحله الاعداد هذه راه باش نخلصوها في البطوله وفي الشامبيونز ليغ. الفتره هذه مهمه ومهمه جدا، رغم اللي هي قصيره اسبوعين، نحن نعرف الفرق تحضر في 5 و6 و7 اسابيع، لكن على الاقل الاسبوعين هذوما ناخذوا منها لو ماكسيموم باش نحضروا اللعابه للشامبيونز ليغ اللي هو اوبجيكتيف نتاع الفرقه والاوبجيكتيف نتاع الجماهير ونتاع اللعابه والستاف. قال لي عمر اوكي، قلت له انا اقترحت خاطر نعرف هشام بوشروان ونعرفه ما يوخرش على الفرقه نتاعو، اقترحت باش يكون معنا هشام بوشروان يشرف معايا على التدريب. حضرت البرنامج كامل وريته للرئيس، قال لي اوكي انا معاك، مشيو لتونس. مشينا اسبوعين، طلعت عين المدرب بعد الاسبوع الثاني وكمان الخدمه نتاعنا. ما تنساش زاد في الاسبوعين هذوما اللي مشيناهم، الاسبوع الاولاني كان بوزوق مازال ما التحقش، كان عنده مشاكل زاده، وزريده كيف مازال ما التحقش، معناها اسبوع زريده وبوزوق عملوا اسبوع تحضيرات. من بعد رجعنا للمغرب عملنا اسبوع لعبنا مع العين، واسبوع اللي من بعد لعبنا الشامبيونز ليغ. جو بونس اللعابه باش يكونوا حاضرين 100%، ما
باش يكونوا حاضرين 100%، وانت عندك 12 لاعب تدور فيهم، خاصك ما يكونش عندك انذارات، خاصك يكون عندك اصابات، باش تنجم تدوز المرحله الاولى بسلام، ومن بعد تتعدى تحضر بالمرحله باش تكون في الزوبجيكتيف نتاعك.